دريميسا إن نلاش هذا أردن إسكو قصن تهاي مر ولي بنا عاد ربتدين على جوادر جا إسكو كورسير ناتي مال إنت هذا أردن نام دريميسا عاجي سيا تبر لعن كادي جيسا إن هذا هل شيء قبين كرين أو مر بدن يدو أي كويا لان هولا بدن ولا جربوا إن تقبتي مسكو مشغول سا سوشيال ميديا ها عديك وقت بدن كوب حين يا استعمال كموبايل كا مر كقار ميسا ركتا عديك أردح ذو غشي رسمين تعاد حن كت على جل عن كلية عادي سركتدون عديك أصمينا يا وأن حتى جرنينين سيدا عاد كوب اللوضي هذا بوا وح صدن إن سميسيد وح مسؤول كأه هرمون أي مسكح دي نسوديسو ألاقو مجا عاب دوبامين هرمون كاد دوبامين كو و وحا كاديغا يي ان سميسيد وح والبا او ان نولال مالميد كاغا سميسيد شقديسنا وا كليا رادينتا فرحات يا رين رين و وحا كاديغا يا ان موبايل كاغا وقتي بدن اد استعمالشيد سي اد هيشيد فرحات يا رين رين ماركا اد داوانيسيد موقالو اد جيشهاي عادو والبا او خنو اد ليدهاي وحا كوغو ديريغاليا ان سميسيد وا هرمون كان دوبامين كا دوبامين كو وا هرمون كا اوغو خطرسان اي جيركينا كو جيرا و هاديا اد ربتيدين ان نولوشاد اسبدل دب اه كو سميسيد وحا قصب اه ان اد حكميسيد هرمون كان هدبا سيدو دوبامين كو او بربورنيا نولوشينا سيداسا waxa kamayn kartaa waxa soo dhan waxaan kaga hadlaynaa muqaalkeenan anigoo sidoo kale kula wadaagi doonaa tijaabo aan isbuucii la soo dhaafay sameeyay oo gabi ahaanba bedeshay noloshayda ku soo dhawaada muqaalkeenna maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا صاحب الكسود وهذا حجاب مجايبو وخير الدين. وحن شعلة هنا وحفائدة استون. ونفائدة يودتك وحيان فائدة. هذا بس أنا كل فائدة سنو نقصابير وقناةك سبسكرايب صاروا. حلقة دان وحلقة ديشن هذا شرح حدا بوجا تومي كابيتس أو قري قراجة وينا جيمس كلير. مقال كيوار وحن كسر شرحني قانون كوباد أفرت قانون قصب كتهاينا نلاش هذا كده بقديد. سياد وقت خلوا استيد عادوين كاجحن حن. ونكسبت عادوين ون ونكسن. النجا أصفي عن أفافا هني. سيدا دو حكمين كرت مرحلة كوباد أي عادوين كمران مركا يسميس ميان مرحلة دا تلمانتا وسيادو حكمي سيد مرحلة دا تلمانتا وحان صاح حسن إني قصبتها إنا دبغديد قانون كوباد وأسيادو كسبتيد عادة ونكسن كدك تلمانتا عادة ذا اسمد مقطع واضحة تاسلي دقيدة سيادو قد تخلو سيد عادة حن كدك تلمامها عادة ذا سكوا داسون وترتر دمان تلمامها كادقة يأينا سمي سيد عادة حن قطب كاس وحان سفي عن وقفة فهنا مقال كي هوري هدي هذا ولي داونين واحد كيلي كرتا قيب توسيع الديسكريبشن كا مقال كينا مانتا أورنتي أه مقال آد مهم وقوه والباء والربع إنه كتخلص عادوينك حن حن وحن قصة قاضينا قانون كلا بعد يا تكو حكمين كرتين مرحلة دلا بعد يا عادوينك مران مرحلة دار ربيتانك هذا بس كوبن قانون كلا بعد وحه وكلية هاي سيادو كسبت العادو ونكسن كدق عادة داس ميت سوتشي دشله تاسلي دقيدة سيادو كتخلص العادة حن كدق عادة داس ميت أن سوتشي دشلهين هذا بس سيادو قدك تد عادة ونكسن ميت سوتشي دشله سيدو كلنا عادو قدك تد عادة حن ميت أن سوتشي دشلهين وحه قصة بهينة حكم يصير هرمون كا دوبامينك محيلة دوبامينك أياه وحه حكمين يا ربيتان kaga iyo doonista aad u qabtid sameynta shay gooniya ugu horeen intana wax kale ka hadlin waa maxay dopamine dopaminku waa hormoon ay maskaxdeenu soo deeyso kaasoo mas'uul ka ah dareenka farxadda hawshiisuna waa inuu kugu dhiirigeliyo sameynta ficil walba oo is leeyahay waxaad ka heli farxad iyo reereen dopaminku waa maadada mas'uulka ka ah raadinta farxadda oo caado iyo ficil walba oo aad samaysid waxa ka dambeeya dopaminka oo si walba oo aad u rabtid inaad hawl qabatid hadii uu jirkaagu soo deeyin waayo hormoonka dopaminka ma qabaneysid hawshaas su'aal hadii aad aad u gaajaysan tahay oo lagu soo hor dhigo cunto hadii jirkaagu soo deyn waayo dheecaankaas dopaminka cuntadaas ma cunaysid oo gaajo unbaad u dhiman kartaa ilaa heerkaas ay gaarsiisan tahay faa'iidada hormoonkani hadaba maskaxdeenu dopaminka ugu badan waxay soo deysaa kadib markaan dhameyno qabashada hawl tusaale ahaan markaad samaysid caado wanaagsan sida inaad buug akhrisid inaad shaqo ku taali aad qabatid in homo ku yaali aad ka shaqaysid amaba inaad edit garaysid video dhammaan hawlahaas markaad dhameysid qabashadooda waxaad dareemi farxad iyo reereen hadaba farxadaas iyo reereentaas aad dareemaysid sababteeda waxaa leh dheecaankaas uu jirkaagu soo daayay oo ah dopaminka taasli digeeda inaad caadooyinka xunxun aad sameysid waxa sidoo kale mas'uul ka ah dopaminka sida inaad muddo dheer aad ku bixisid baraha bulshada in mobilkaaga aad mar waliba gacanta aad ku hayso inaad daawatid muqaalada xunxun amaba aad sameysid caadooyinka xunxun waxyaabahaas oo dhan sameyntooda waxa ka dambeeya raadinta dopamin oo waxaas oo dhan waxaad u sameysaa si aad farxad iyo reereen aad u dareentid sidaas darteed waa inaad ogaataa in dopaminku yahay udub dhaxaadka balwad walba oo aad leedahay nooc ay rabto ha ahaatee sida inaad waqti badan aad ku bixisid isticmaalka mobilka iyo baraha bulshada daawashada muqaalada anshax xumada cabista sigaarka ama daroogooyinka kaleba dhafarka iyo soo jeedka badan caado walba oo xun oo aad leedahay waxa udub dhaxaad u ah dopaminka oo dopaminka ayaa maamula rabitaankaaga iyo doonistaada oo waxa uu kugu dhiirigelin inaad samaysid caadooyinkaas xunxun kadibna adigoo aan ka labalabayn ayaa waxaad sameynay caadooyinkaas si aad u heshid dareenka yar ee reereynta iyo farxadda ah marka in shakhsiyadaadu ay daciif tahay waxyaabaha ku tusinaya waxaa ka mid ah in mar waliba aad ka falcelisid oo aad qaadatid amarada dopaminka mararka qaar waxaa la rabaa inaad maya dhihi karto waxaan ahay
قف كرامله مسمين يعادوين كحن حن سي آنو هلو درين ير أو رين رين أه وإن أن لفت هذا لقش عدقال أذك وآد مرر بدن اسكود إذا إن أذيكو كقولي ستيد أو أيسن إيادو كقولي سنين هدبا وامحي لباتوين كأد كده حليسيد هدي آد مر وليبا وهو غان ستيد دوبامين كا وغه رين وحن نقوني قف له شخصية ضعيف أه ومرر بدن وحاد ساركي أذيكو أو سمي عاد حن سي آنكو تلقال أهين كلية وحاد ساركي أذيكو أو برتن كوغيجر عادوين كحن حن مركاسد بلابش الله يتوئي إن أدفرت لحدة كقنينتيد وحن نقون قف قوان شلعسن مالين وليبا وحد قاداني قوان أهين جوجي سيد عادوين حن حن مالما كدبنا وحد ساركي أذيكو أو دحدة وغيجر عاددي وحن نقون قف مر وليبا مهسن أو مقاني جوغي أه وحا هوصو لعي قيمها ووقت وقت هذا كلي يهي أذيكو لغي يابو إن أدمان ولبا إنت أصو ساعدود قعانت كوها يسيد موبيل كاقا أذيكو إسوغا كلا قد بي براها بلشدا وحن نقون قف أن هل شي دي رد ساري كرين وحتى وحا كوغو أتكاني إن داوتيد مقالة دادير هديات مقال كان إلا هل كان نلسو قادي رنتي وحا تاي قف أي كقو أنت سهي إنو نلوشي سيسبدل دب أحكو سمعيو سيدا استرتيد كانال كان حقوب وحاد كهلي مقالة كاكا المين دونا إن تقاديد هدف كاقاس أهينا نلوش هذا يسبدل دب أحكو سميسيد سيدا استرتيد هديادن ولي نغو صبيرين كم من نقو صاحي بدا حقوب أو نغو صبير أو كانال كا سبسكرايب سارو هدبا هديان سلفهني وحا ويهي دوبامين سامين تاو نلوشي نكولي يهي يا ديباتوين كاد كدا حليسيد هديادو هغان سيتي دوبامين كام سؤاش حيكتاي لغي يابو إن سويديني سيد أيا وحا يتهي وام حي حلكو سيدين وحكمين كرا دوبامين كا هل كان وحن كوغلو داقي دونا لابو حل أو أن هو هدي أدب بغديد إن أد حكمين دونتي دوبامين كا نلوش هذا يا عادوين كاغنا أد سبدل دب أحكو سمين كرتيد حلك كوباد نفتا ذا كإلال فراق ذا هدي أد نلوش هذا أفير ستيد وحا كاردي إن سميسيد عادوين حن حن إن أد وقت بدن كل ميسيد براها بلشدا إن أد مر ولي بعاجي سنت سهي أو أدن وح دب أحق بن كرين إن أد هبين كي دفرتيد وقت كاغنا أد مر ولي بابير دريسو أو وح يابا مالا يعني أهد كو قبتيد وحاس أردن وحا سبب أوه إن أد فراقو تهي كخير دين أهان وحنا أمسنا هاي عذوق كوباد إقفك دلني يرضى أه إن يتاي فراق ذا أو وح والباو أن نلوش إن قبرنا هذين نقطة عذوي حن حن يدباتوي إن كلبا وأن وح أن سمعنا مرك أن فراق ذا النهاي مرك وح قصبة إن نفت هذا مشغول سام وهدي هذا أذيق نفت هذا وناجا كم مشغولين ويدو يضع يا حمانتا كوم مشغولين هذا كهرباء قف وح أن كم مغلي وح أن فلا جاين وأها آذن سهن وح ورده هاي وح ترتقى قاعدون نلوش إذا بده شيء أو أن إلا سديدات كي يكون تقمي تري قاعدة ذا سوء نفت هذا كإلال فراق ذا وأنا قاعدو أنا مسنا هاي إن يتاي قف والباو أردن يرى إنه كرقمه. رنتي مرحلة دارن يرني مذا ومرحلة دا أقوم مهم سنو لشينا ومرحلة دا كلية إيه وح والباء وعتربت على سمين كرتي وحد بران كرتا حرفة والباء لوقد والباء everything وعذوب هانتا هي أيات بران كرتا معايا لي وحد هي ستعلى بشيء أو آد مهم وآه أو كلا عافمات يفرقه نيو محمد حريسي نبتقل يكركي ساعة وح وين لي هي نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو ضاس نمعوا آد هي ستي هديات ما أنت كفى إذا سن ويدي بري وقت آذن لبضاس بهي سنين أياد كشلاي دونسا هدبا نفتا هذا فراق هذا كإلالي وقت يدا عاد فراق هذا تهينا نفتا هذا كو مشغولي وناجا يوح برشدا أخري بواقتا بروح رفض عصوب برو لوقد عصوب نقو قف مر وليبا مشغول سن أو وح نفتي سأنفع يا كو مشغول سن هنقون قف مر وليبا لهيلي كرو هنقون إن قف مر وليبا براها بلشدا أونلاين كاه هدي أتا قف مر وليبا استوري يدا يستات يدا وح كو صوب استجرايا أرنت أسوح يموجين يسائنا تا قف فراق قاه أو وح ذو فير ستادات كعد ما أنت تقعنيد قف كم مر وليبا استات يدا وح صارجا وقف أن بدنا هول هينين أو مر وليبا تلفون ككهر شيء هذا بها نقول إن دتك عصو كله نقوقف عن لهيلي كرين أو كم مشغول سن لسيد مستقبل كيسة هذا بإسكو صوت الضوبة حلك كوباد وأنا نفت هذا فراق هذا كيل على سام نفت هذا مشغولي أو كم مشغولي وناجا هي واحد مستقبل كاجا كو أنفع دونا حلك اللي بعد واحد سمي ساعات دوبامين فاستين دوبامين فاستين أما دوبامين ديتوكس وأربحين صوب حد مر أنفقين معنيه ذو كسو مدة دوبامين كا وأنا المدعي من كسو أنت وحيا بها بالود كوا سيد موبايل كا عنتوين كفضفضود براها بالشدة سيجار كي يدروجين كنوعية ذو ذكر دوين عادوين كحنحن وحيابها صورن وإنها تكسون تمود دعيما هنقطة لبعتني أفر ساعة أسبوع أما حتى بال ساعة نفط هذا ريفريش جوس ميسيد صون كبش رمضان عن صونا وح كصونا عن هذا عبتان كم يوح والباو اللون سبحانه وتعالى نفرينا كصونا صون كأن واسدا صوكله وصون أد إدبني صون نفط هذا وصون أن نفط هذا تشالنج لجليسيد وصون أد دبو سحيسيد ستين كذا نلاش هذا هذا بإنتاج ميل جونية فريسيد واحد سويدي سوا مح وحيابها أي قصب كتهينا كاستاجو هذا نقطة براها بالشدة أما عادوين كله وعاد سلاد هاي ساعة نلاش هذا يسبدل جوس ميسيد وقصب بينات كيس تاكتيد كدبنا نفت هذا تشالنج لقل او اسكودا اناد مدعي من اد كسونتا شيغاس وحول باو دعانا اسكودا اناد ديب اوغو لابانين سمينتا شيغاس حدا اني ما مهي لا سو دافاي وحان سميهي سوشيال ميديا ديتوكس وحان كسومي براها بلشدا وحيابها ان هلكان ايدين كولا وداغو اوغو هورين وحان كو دباقان نولوشيدا مركاس كديب ايان ايدين لا وداغا وانا سببتا ان بلوغا موقال وليبا اوغو بلابو ماغايغو وا خير الدين وحان جعلهاي ان وح فايديستو ان فايديهو ددكا وخي ان فايدي حدبا وحان كميدهاي ددكا اادكا و استعمالا براها بلشدا وان استعمالا دمان براها بلشدا هذين قطو يوتيوب فيسبوك انستغرام سناب شات اكس ام تويتر اي حتى تيك توك لكن ما المهي ادن بيه وحان درامي ان وقت بضان ويغلو ما يبراها بلشدا حبا او بضان
badnaadaan Instagram iyo TikTok. Sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan muddo ka soo baraha bulshada, waxaan mobile-kayga ka dhilgareeyay dhammaan abiska baraha bulshada. Haday noqoto Instagram, TikTok, Snapchat, X iyo Facebook. Kaliya waxaan soo reebay YouTube oo aan sinaba uga maarmin. Sababtoo ah YouTube waa jaamacadeeda, waa meesha ugu badan ee aan wax ka barto. Haday noqoto xirfado, luqado iyo waxyaabo kale oo fara badan. Soonkayga maanta waxa uu marayaa maalintii 4aad. Wallahi dareenka farxadda iyo reereynta aan dareemayo ma maleysan kartid. Aniga oo kaliya 4 bari maraya, waxaan dareemayaa fudayd dhan waliba ah. Sida inuu iga dagay culays badan oo isaarna. Maskaxdeedu waxay noqotay fresh. Waxyaabo badan oo aan ka caajisi jiray ayaa waxaan isarkayaa anigoo muddo yar ku qabanaya. Waxa ziyadi wax soo saarkayga maalinlaha ah. Waxa qiimo yeeshay hurdadeeda oo waxaan seexdaa 8 saac oo xiriir ah. Habeenkii xilli hore ayaan seexdaa, waxaana soo toosaa xilli hore. Wallahi alcadim si walba oo aan idin ku sharaxo sida aan dareemayo dareenkayga dhabta ah ma cabiri karo. Waxaas oo dhan waxay dhaceen kaliya anigoo maraya maalintii 4aad. Maxaad u maleyn hadii aan hal bil gaarsiiyo? Qof walba oo inaga mid ah waxaan kula talinayaa inuu ugu yaraan muddo isbuuc ah ka soo mo wax walba oo noloshiisa gadaal u riixaya. Waxaan ku balan qaadayaa in gabi ahaanba ay noloshaadu isbedeli doonto. Waxaan filayaa inaan isla fahanay dopamine-ka saameynta uu ku leeyahay nolosheena iyo halka aad ku xakameyn kartid. Hadaba qodobada soo socda waxaan si fiican ugu sharixi doonaa sida aad caadada wanaagsan uga dhigi kartid mid soo jiidasho leh si aad u kasbatid caadooyin wanaagsan. Taas lidigeedana waxaan ka hadli doonaa sida aad caadada uga dhigi kartid mid aan soo jiidasho lahayn si aad uga takhalustid caadooyinkaaga xunxun. Aynu ku bilowno su'aashan: sideed uga dhigi kartaa caadada mid soo jiidasho leh? Hadaba si aad caadada uga dhigtid mid soo jiidasho leh waa inaad raacdaa talaabooyinkan. Talaabada koowaad, caadada aad rabtid inaad kasbatid ku xiriiri caado kale oo aad jeceshahay samaynteeda. Marka aad samaynaysid shay aad jeceshahay, ku xiriiri oo la samee shay kale oo aadan jeclayn samayntiisa laakiin aad u baahan tahay inaad samaysid oo noloshaada faa'iido u leh. Qaybtan qoraagu waxa uu ku leeyahay: si aad laba shimbir hal dhagax ugu dishid, waxaad samaysaa marka aad qabanaysid hawl aad jeceshahay, hawshaas ku xiriiri hawl kale oo aadan jeclayn laakiin aad hubto inay faa'iido ku leedahay oo ay noloshaada wax badan ku soo kordhinayso. Su'aalaha: haddii aad jeceshahay inaad jimka aado oo maalintaada hal saac ama laba saac oo ka mid ah aad jimka ku bixisid, waxaad samaysaa inta aad jimka ku jirtid earphones dhagaha gasho, kadibna waxaad dhegaysataa bugaagta dhegaysiga ah. Oo haddii aadan jeclayn inaad bugaagta akhrisid, waxaad dhegaysan kartaa iyagoo dhegaysi ah adiga oo hawlahaaga kale haysta. Marka intii aad heeso iyo waxyaabo maalaayacni ah dhegaysan lahayd, waqtigaas aad jimka ku jirtid uga faa'iidayso inaad bugaagtaas dhegaysatid. Hadaba sidaasoo kale, caadada wanaagsan ee aad rabtid inaad kasbatid si aad uga dhigtid mid soo jiidasho leh, ku xiriir caadadaas caado kale oo aad jeceshahay samaynteeda. Sida tusaale ahaan gabdhaha jecel cunto karinta, haddii aad jeceshahay cunto karinta, waqtigaas aad cuntada karinaysid waxaad uga faa'iidaysan kartaa inaad samaysid caado kale oo aadan jeclayn laakiin noloshaada qiimo weyn ku soo kordhin kartaa, sida inaad dhegaysatid podcastyo amaba inaad daawatid muuqaalo kale oo ku anfacaya sida muuqaalada xoggoob ama inaad dhegaysatid cashiro ingiliisha si aad luuqadda ingiliishka u baratid. Dabcan waxaa laga yaabaa inay kugu adag tahay inaad inta aad YouTube-ka gashid inaad daawatid muuqaalo dhaadheer oo faa'iido leh amaba inaad dhegaysatid podcastyo ama buugaag dhegaysi ah, laakiin marka aad qabanaysid hawlaha jeceshahay, ha ahaato cunto karinta, jiimka, ama xataa artiska iyo wax sawiridda, marka aad hawlahaas aad jeceshahay aad qabanaysid, kuguma adkaanayso inaad dhegaysatid waxyaabo ku anfacaya. Caadadaasina waxay kuu noqon mid soo jiidasho leh, maxaa yeelay waxaad samaynaysaa hawl kale oo aad jeceshahay oo aadan ku caajisaynin samaynteeda. Aniga ka Khayruddin ahaan waxaan ahay dadka aadka u jecel dhegaysiga podcastiyada. Waxaa laga yaabaa anoo guriga iska jooga inaan dhegaysto intaasoo saacadood oo podcasti ah. Marka mararka qaar baa waxaan sameeyaa anigoon meel la u soconin, intaan iska labisto oo aan dhagaha airpods gashto ayaan iska lugayn. Mararka qaar baa waxaa laga yaabaa inaan xeebta lug ku tago si aan uga faa'iidaysto saacadihii aan guriga iska fadhin lahaa aniga oo dhegaysanaya podcast ama muuqaalo kale oo dhaadheer oo faa'iido leh. Hadhowna guriga waxaan ku soo laaban aniga oo hal dhagaxa 3 shimbira ku dilay oo ugu horreyn waan soo jimicsaday, xeebtan aaday oo jawi baan soo qaadsay. Sidaasi la mid a waxaan soo dhegaystay wixii aan rabay inaan dhegaysto. Runtii caadadaasna maanta waxaan dhihi karaa waa mid ka mid a caadooyinka ugu fiican ee aan leehay. Hadaba caadada aad rabtid inaad kasbatid si aad uga dhigtid mid soo jiidasho leh, ku xiriiri caadadaas caado kale oo aad jeceshahay samaynteeda si aad laba shimbir hal dhagaxa ugu dishid. Talaabada labaad, kaalinta ay qoyskaaga iyo asxaabtaadu ku leeyihiin samaysanka caadooyinkaaga. Bilowga nolosheenna, qofku marka uu dhasho ilaa inta uu ka soo qaangaadhayo, noloshiisa isagu gacanta kuma hayo. Waxaa maamula qoyskiisa iyo dadka ku hareereysan. Isagu go'aan kama gaadho caadooyinka uu kasbanayo, xirfadaha uu baranayo, iskuulka uu aadayo, xataa dharka uu xiranayo iyo qaab labiskiisa. Oo qoyskaaga ayaa kaa dhigi kara inaad noqotid qof caqli badan oo leh caadooyin wan wanaagsan, nolol wax soo saar lehna ku nool, xirfado badan iyo luuqado badanna yaqaana, iyo inaad noqotid qof iska caadi ah oo aan dadkaas kale waxba kaga duwanayn. Marar badan social media waxaad ku arkaysaa ilmo aad u yaryar oo ku hadlaya in ka badan 4 ilaa 5 luuqadood. Ilmada ahaan aad u yar oo xisaabta siday u yaqaanaan aad la yaabayso, heer kalkuleed
متركا اي ايغو كدك دك بدنيهين الما اهلي يابيسو وحا اي يقانان ايغا او ان حتى توبنشير غارين هادابا ولما اسوي ديسي سبابتا المهاس يرير سيداس كدكتي المهاس اد اركيسيد المهينا وحبا مديرا كليو قويسكو دا ايا اد قد دالي وقت بدن نقليي سيدي اي المهو دا وحبار الحايين هل كبدنا والدين تينو ايسان المها سيدي الربي قد دالين او كليا اسكول كاسي دوكسيغاس مركي جيان وحا اسكو ملايان اني واجب كودي كتين حتى والدين بدن مدبا قلان المهو دا وحا اي قبتان هل كاي قران كمريان اي وحيابها كلا اي سميان تاسو بدنا نولوشينا سامينكو يالتا مركا انسو وينانو عمري غاقا انت اوغو هرريسا وحا لسو قادة فاميل كاغا عادوين كاغا اي هبتاق النظادنا سامين تاوغوين وحا كله قويس كاغا مركا تحوغا سوير ويناتينا وحا ديالاني اصحاب حدبا مركا لغي ما دقويس كاغا دادك اوغو بدن اي نولوش هذا سامين تاكوله وصاحب هذا دا اي دادك اد كل احترتيد او وحا بالا دها شان تاقف اي صاحب كلا تهي ايشاك وحا نكو شاكي قفك عاد تهي حدي صاحب دا يهين كوغوان وناكسن او صلاة مركا لغارو مسجد كل حنيا ددال بدن او ان وقت غودا مالا يعني كل منين وحا نقن سيدودا او كلا قف وناكسن بلس هدي اي صاحب دا يهين كوحن حن سيدا سلم دا وحا لم نقن اياغا او مر ولبا وحا يهين صاحب دا دا كوغو دو ان باد اديغونا تهي وحا لغي يابا انا دستراهيد سميسو عادوين ون وناكسن سيدا عادة دا وحا خرسكو او كلا هدي اصحابتا دا حن حن كوغو اركان اديغو لبا مالين بوغ وطا ويبا كوغو عاييان داي كي مال مهان بوغ انبو سيدا او وطا او وحي فيعنا با وحي كاغا ديغيان وحن ارين تاسو لغي يابا انا نولوش هذا سامين اد وين كو يالتو دانكا كلا هدي اصحابتا دو اي ليهين عادوين حن حن شكل عان اديغونا عادوين كاس واد يالان هل مر انتا دير استاكتيد واحد سوي ديسا هادا حن او والباء او عالاد هاي بلوغي سيدا اي كو بلاوة تي عادة داسي وقل كيبا ساقاشن عادوين كاغا حن حن شكل عان واحد كاكين تي اصحابتا دا حن حن مركا اصحابتا دا اي دادكا كو وحر ريسان نولوش هذا وحي كو ليهين سامين اد وين سامين تاسا نقطو ميد وناكسن اما با حن نقطو ميد حنه هدبا تلابة دا كوبا دي اد قادي سو هدي اد ربتدين ان نولوش هذا اسبدل دب اه كو سميسيد هن نقطو ان اد كتخلوستيد او ان نولوش هذا كسارتيد قف والباء او اد هبطو انو نولوش هذا سامين حن كولي يهي انا فيرسو قف والباء او مانت هير سري قاري وا قف اد و اصحاب ير او دادك او دو دو وا داد اد و حد دين مركا هدي اد ربتدين اد كسبتيد عادون يوان وناكسن انت هذا كودا قاقن سمين تا عادة داس نولوش هذا كسار دادك كو هر سيدي ان اد يالتيد عادون حن حن قويس كاغا يا اصحاب تاذو وحي كيهين قيب مهم اه سميسن كا عادون كاغا سيدا استرتين نولوش هذا كسار اصحاب تاذو حن حن اي كاردي سينا سميسيد عادو حن سونا دوي سقف والباء واد سلاذهاي وحا او كوغو كال مين كرا انا سميسيد عادو يوان وناكسن طلابة صدحاد عادة دا اد ربتيد انا تكسبتيد كو حريري تجارب وناكسن مرك قار وحا دو باهان تسا انا سميسيد عادو يوان وناكسن لكن اد اذاق او عيسن سهلنين انسي فضو اللو كسبضو حدا بس ادو كسبتيد عادو ينكاس وان وناكسن كو حريري عادة داس تجارب وناكسن او كار ديجيسا انا تشوكتي سيد عادة داس سي والباء او اي او تهي مد اذاق مرر بدن سيانو سمينو عادو يوان وناكسن وحا نو باهان نهي وحنا ديري قليا ونغو ديري قليا سمينت عاددس غار اهان هدي عادوين كاس ايهين عادوين اددك لكن نولوش هذا سامين وناكسن كو يالان كره هدي اد سميسيد تصالح عادده وح اخرسكا وقتيغانا نول نهي عادده وح اخرسكو وا عادوين كا اوغو اد ادك سمينتيدا اد بي وقتيغانو ادك تهي ان قف دن يرو اه انتو او بوغ سو قاتو انو اخريو كان اوغو فيعن ايا انتو او بوغ سو قاتو وح ير كا اخرني لكن اد بي او ير تهي ان قف دن يرو اه او وقتيغان نول انو انتو او بوغ سو قاتو انو دمهيو بوغاس طبعا ددك اسكوما ودا دارينو او وحا جيرا دن ير بدن او وح اخريدا لكن وحان كا هادلينا si gudhaliyaradeenu waxay u badan yihiin dad aan wax akhriyin hadaba si aad caadada wax akhriska uga dhigtid qayb ka mid ah noloshaada waxaad u baahan tahay inaad ku xiriirisid tajaarib wanaagsan oo waxaad istareensiisa faa'iidadeeda sida hadii aad wax akhrisid inaad noqonaysid qof aqoon badan yaqaana wax badan fahansan hadalkiisu miisaaman yahay da'diisa ka weyn oo aqli badan si qoto dheer u fikira marka waxaas oo faa'iido ah aad istareensiisid caadada wax akhrisku waxay ku noqonaysaa mid soo jiidasho leh sababtoo ah waxaad si qoto dheer u fahansan tahay faa'iidada aad ka helaysid wax akhriska hadaba si aad caado kasta uga dhigtid mid soo jiidasho leh mar waliba isweydii faa'iidooyinka aad ka helaysid caadadaas iyo sida ay noloshaada isbeddel ugu sameynayso arintaas waxay ka qayb qaadan inaad jacayl u qaadid waxaan aad sameynaysid mar haddii waxa aad sameynaysid aad jeclaatidna waxa kuu fududaanay inaad joogtaysid hadaba haddii aan isla fahannay sida aad caadada uga dhigi kartid mid soo jiidasho leh dhanka kale sideed uga dhigi kartaa caadooyinka xunxun kuwa aan soo jiidasho lahayn inaad caadada xun ka dhigtid mid aan soo jiidasho lahayn aad bay u fududahay waxaa lagaaga baahan yahay keliya inaad qaadid hal tallaabo oo ah inaad ogaatid oo aad daahfaydid waxyaabaha kugu riixaya samaynta caadadaas kadibna aad waxyaabahaas ka takhallustid waxaa laga yaabaa in hadalkaas uu kuula muuqdo mid iska caadi ah daahfayd waxyaabaha kugu riixaya inaad samaysid caadada xun kadibna ka takhallus waxyaabahaas laakiin waxaad ogaataa in qaabkan uu yahay mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee
aad kaga takhalusi kartid caado walba oo xun adiga oo ka dhigaya caadadaas mid aan soo jiidasho lahayn su'aalaha hadii aan dhahno caadada xun ee aad leedahay waa isticmaalka badan ee moobilka waxaad is weydiisaa waa maxay waxa ka dhigaya inaad moobilkaaga waqti aad u badan aad isticmaashid waxyaabaha ugu badan ee naga dhiga inaan cimrigeena ku lumino isticmaalka moobilka waa firaaqada oo u fiirso mar walba oo aad dareemaysid firaaqo waxaad raadinay waqtigaas aad firaaqada tahay wax aad ku buuxisid kadibna waxaad soo qaadanay moobilka waxana laga yaabaa in intaas oo saacadood aad ku dhex jirtid baraha bulshada hadaba waa maxay xalku xalku waa inaad ka takhalusid waxaas kugu riixaya inaad moobilkaaga waqti aad u badan aad isticmaashid oo ah firaaqada waa inaad naftaada mashquulisaa waqtiga ugu badan noloshaada waa inaad ku mashquulsanaataa wax adduunyadaada amaba aakhiradaada ku anfacaya waqtiga yar ee kuu soo haray markaas waad ku baashaali kartaa marka aad qabatid hawlaha ku yaala waqtiga yar ee kuu soo haray ee aad ugu talagashay inaad ku nasatid ama aad ku baashaashid waxa uu yeelan dhadhan gooniya laakiin haddii aad noloshaada oo dhan aad ka dhigtid nasasho iyo inaad waqtigaaga lumisid dabcan markaas adiga mustaqbalkaaga isagoo nool toogtay dhanka kale haddii caadada xun ee aad leedahay ay tahay daawashada muuqaalada xunxun iyo samaynta caadada xunxun waxaad is weydiisaa waa maxay waxa kaa dhigaya inaad samaysid caadada xun daawatidna muuqaaladaas anshaaxumada ah ee burburinaya maskaxdaada waxaa laga yaabaa in waxa kaa dhigaya inaad samaysid caadadaas xun ay tahay gabdhaha qaqaawan ee iswada ruuxaya ee aad habeenya maalin baa ka daawanayso tiktok adiga oo tiktok waxa ugu badan ee kaasoo horbaxa ay yihiin gabdho soo muujinaya cawradooda haddii aad rabtid inaad ka istaagtid samaynta caadada xun adigoo soo jeeda ayaad riyoonaysaa weligaa kama takhalusaysid caadada xun inta tiktok ay kaasoo horbaxayaan gabdho noocaas ahi hadaba xalku waa inaad joojisid daawashada tiktok haddii aadan joojin karinna for you page-ta tiktokgaaga ka saar gabdhaha noocaas ah oo tiktok waxa ugu badan ee uu kaasoo horsaarayo waa wax aad adigu daawatid marka ay kaasoo horbaxaan gabdho noocaas ah isdhaafi ama not interested eh tiktok wuu fahmi inaadan rabin daawashada muuqaalada noocaas ah kadibna wuu joojin inuu kuu soo bandhigo waxaan filayaa inaad si fiican u fahantay qaanuunka labaad oo aad baratay sida aad caadada aad rabtid inaad kasbatid aad uga dhigi kartid mid soo jiidasho leh caadooyinka aad rabtid inaad ka takhalustidna aad uga dhigi kartid kuwa aan soo jiidasho lahayn xalqada soo socota waxaan si fiican ugu sharixi doonaa qaanuunka saddexaad oo runtii ah qaanuun kale oo aad muhiim u ah muuqaalkeena maantana halkaas ayuu ku eg yahay haddii muuqaalkan uu noloshaada wax ku soo kordhiyey u sii sheergaray asxaabtaada aad faa'iidada la jeceshahay si ay iyaguna u faa'iidaystaan intaan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga waa walaalkiin khayruddiin oo idin leh nabadgelyo